طيب معلش استحملني شوية. في ناس بتقول إن رضا عبد العال بيغسل إيده دلوقتي من الانتقال لنادي الأهلي بعد ما مشوه من النادي الأهلي، يعني والنادي وبالتالي عايز يشتغل في نادي الزمالك. ولا عايز اشتغل هنا ولا استنى بس قبل ما تكمل، لا ماشي هنا ولا تمام. هنا، واخد بالك؟ ولما رحت القناه انا رحت بس عشان ان هو كان تعليمات ان انا هروح عشان كذا بس، ولما لقيت نفسي ان انا مش هبقى ليا يعني انت مش عايز، لو اتعرض عليك التدريب في نادي الزمالك مش هت يعني مش ايوه هتوافق؟ التدريب حاجه والشغل ما حاجه. انا كمان لا الشغل في نادي هو التدريب انت هتسمح مثلا ان اللي بيحصل ده يتدخل معاك في اي ظاهره كبيره؟ مين ده؟ اي حد سواء في الاهلي او في الزمالك ان حد يفرض عليا شرط ان ده يلعب ولا ده ما يلعبش او الكلام ده يعني مجلس الإدارة بيكون متعاقد مع لاعبين بملايين، يتعاقد زي ما هو ومن عايز، حقه ان هو يناقش اي جهاز فني ناقش زي ما انت لما يكون عايز. في تذبذب لا مستوى. ما فيش تذبذب مستوى معايا، مش هيبقى في تذبذب مستوى. يعني هتاخد كل البطولات لا لو مسكت هتعمل الزمالك؟ هتاخد كل البطولات التوفيق بتاع ربنا. يعني انت احسن من كارتيرون؟ طبعا اه طبعا طبعا كارتيرون اللي واخد بطولتين يا عم، في صلوا اسبوع على النبي واحد. بقى، خلي الطبق مستور. يعني ايه اسكت خلي الطبق اسكت مستور؟ يا عم، خلي الطبق مستور. انت هو جبت اجمد، كارتيرون، هو انا مش بقول لك وقع، انت هو جبت اجمد، ده كارتيرون دوت ربنا مش اللي رايد عشان جماهير ايوه الزمالك ما ربنا اللي الغلبانه. رايد، ما في اسباب يا كابتن. اسباب ايه؟ جبت كام كره في العارضه؟ كان ليك شكل، انت مالكش شكل، انت بتدافع وربنا وصلت الضربات الجزاء وربك فوفق ابو جبل ثم وفق اللعيبه اللي دخلت شاطت، واخد بالك؟ انما هتقول لي ان انت ماسك الاهلي 90 دقيقه منفضه، كذاب. هتقول لي ان لا انت يعني عملت، ماشي، استنى بس مش ما انا انا بقول لك بس، اهو. لا هو انت مش انا بقى، اللي بقول. انت معايا، انت معايا لما همسك الفرقه، اي فرقه بص يا كابتن رضا، بيبقى ليا بصمه. عارف يعني ايه بصمه؟ يعني انا ليا بصمه في اي فرقه، بس هي المشكله كلها. يعني هرجع لفكرة انك انت ما بعتش الزمالك عشان الفلوس. لا خالص. وبعدين اقول لك على حاجه، انا ما كنتش رايح النادي الاهلي، انا كنت رايح السعوديه. ما عندك برضو كابتن مدحت فقوسه، وعندك جمال عبد الحميد حيا يرزق اهو، كنا رايحين احنا الثلاثه نادي الرائد السعودي، وبقول لك اهو. بس اللي حصل بقى، يا جماعة هاتوا لنا فاروق جعفر يا جماعة على ما التليفون. تجيبش الكابتن فاروق، اقسم بجلاله الله هقوم اسيب لك الحلقه. هات مجدي الاول وبعد كده هات الجن الازرق. انا ايوه بقول لك